الدين علامة يطلعوا معنا الناس في هذا البث المباشر على قناة شوف تيفي باش نطالبوا من الوقفة الاحتجاجية اللي قايمة بها المنعشين العقاريين أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمصرف الدقيق بشارع محمد السادس. يعني اليوم جاوا باش يوصلوا صوتهم وتحدثوا يعني على يعني الملفات العالقة منذ سنة 2016. تفضل معايا رئيس الجمعية. بداية مرحبا بك معنا مباشرة على قناة شوف تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لإذاعة شوف تيفي التي هي غنية عن التعريف. وكنشكر جميع المتتبعين لإذاعة شوف تيفي. أولا كنبدو بهذه الوقفة الاحتجاجية التي جاءت بعد كثير من المخاضات التي من بينها الملفات العالقة اللي كنا غادي كنسيروا المسيرة ديالنا وكنسيروا العمل ديالنا في نطاق مزيان ما خصنا التاخير. واذا بينا كنتفاجئوا بنفس العمل اللي كنا كنديروا كنتفاجئوا بان السيد الرئيس ديال المسح العقاري والخرائطي بان وقف الملفات. علاش؟ بان اعتبرنا اننا مخالفين. واخا حنا مخالفين وما كنعتبروش نفسنا مخالفين لان حنا لسنا مخالفين. كنزيد نكررها لسنا مخالفين. اننا كنا غاديين في واحد المنهج الذي هما اللي رسموا لنا داك الطريق باش نمشيو. هذاك الطريق منذ زوال مهنه منعش عقاري وانا غادي في داك الطريق ما كاين حتى مشكل. الى غايه 2019 كنتفاجئوا بالملفات اكثر من 600 ملف محطوط لا تيترات لا حتى شي حاجه. الناس عالقه، الناس مزيره، الناس تنفس ما بقاش عندها. كاين اللي يحصل العوان، كاين اللي عنده علاقة مع البنكة كريديات خنقوه الكريديات، كاين اللي غير الناس خنقوه كيكون بايع وما عندوش تيتر. كتجي انت مواطن انك شاري كتبقى تقول له التيتر وكيعطيك وعود كاذبة. ولهذا كنطالبوا باش يلبيو لنا ملفنا المطلبي. من بين ملف من بين غير واحد نسطروا عليها اننا يعطيونا التيترات ديالنا. الا بغاو يديروا شي قانون خصهم يقريو بنادم داك القانون، ماشي يجيو بين عشية وضحاها ويفرضوا علينا قانون ما كاينش. حنا كنا كنسيروا بمخالفات بسيطة، كنا كنسيروا وكنقبطوا التيترات، إذا بينا كنتفاجئوا ما كاينش التيتر اللي درتي هذه المخالفة بين عشية وضحاها. مع العلم أننا أكثر من 10 سنين وحنا كنخدموا بهذا القانون هذا اللي بغاوه هما. إذا الله يجازيكم بخير، كنطالبوا الجهات المسؤولة باش يشوفوا بعين الرحمة في هذا القطاع. قطاع المنعش العقاري الذي يعتبر انه هو القلب النابض لمدينه فاس، هو الدينامو لمدينه فاس، هو المحرك او المحور لمدينه فاس، لان مشاركين به او سلسله جميع القطاعات. اي قطاع راه اكثر من كل منعش عقاري كيخدم اكثر من 40 عائله. ولهذا كناشد المسؤولين وكناشد صاحب الجلاله الله ينصره باش يشوف فينا بعين الرحمه باش يفك لنا هاد الملفات. وكنشكر بزاف شوف تيفي اللي عطاتنا هاد الاهتمام. والشكر موصول جميع طاقم شوف تيفي. شكرا بزاف. كلمه السي الحلو السبب ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه. شنو السبب اللي خلاكم انكم تقفوا امام الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه؟ هو الملفات العالقه اللي كاينه في المحافظه العقاريه منذ سنه 2019 الى حد الان، وتتعلق عندنا رخص نتاع البناء وعندنا المسائل وعندنا رخص نتاع الميدابي تاعنا موجودين، وهذا خصو يحفظ لنا التيترات ديالنا. وهو على العلم وهو مازال ما بغاش كاع يدير معنا شي حل. وتنطلبوا من المحافظه العقاريه لانها تفك لنا هذا البلوكاج وتعاوننا باش نفكوا الملفات العالقه. وشكرا والسلام عليكم. كنضيف الله يجازيكم بخير. مع العلم كاضافه ان المنعش العقاري كيتوفر على رخصة السكن، رخصة البناء، أي الملف ديالو سليم، رخص المهندس المعماري، رخص المهندس الحديد، بيرو ديتيد، ومع العلم أن فاش كنوصلوا للتيتر، للتقسيم، لتحيين الرسوم، كنلقاو مشكلة، أنه كيقول لك أنت مخالف.
مع العلم ان المخالفات الساري بها العمل هما اللي فتحوا لنا هذا الطريق منذ ان زاولت هذه المهنه وحنا غاديين في هذا الطريق هذا. اذا لا بغاو يوقفونا خصهم يديروا لنا واحد لانفورماسيون، خصهم يديروا لنا واحد لانفورماسيون وديك الساعه الا درنا شي حاجه كنتحملوا المسؤوليه ديالنا 100%. وشكرا. شكرا لكم. اذا كما كتشوفوا معنا على المباشر فالوقفه مازال مستمره امام الوكاله الوطنيه للمحافظه على العقار. تنطالبوا من السلطات المحلية باش تقتلوا الإجراءات اللازمة. إلى هذه إلا كتسمع وإلا كان بتعنيو وأنه مرافق الدولة خصو يتحاكم. والآن غادي نعطي السيد يوسف غادي يذكرنا بواحد النقاط لي بيتي شمال هون غادي نعطي الكريم راه يوسف غادي يورنا. بسم الله كنشكركم الاخوان على الحضور ديالكم اول حاجه لهذا اللي كيبين بان راه كنا الحمد لله معنيين بالامر وهي واحد واحد الاشاره بغيت نشاركوا في الاول هو بان السيد الباشا القائد ديال المنطقه ديال زهاغا راهو مع السيد حجاج يعني واحد رئيس مصلحه ديال الحضور راه ما كاينش يعني شنو المشكل بيناتنا باش ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. تحية مقدسة لجميع حضور الكريم في هذا اليوم المبارك والمعظم عند الله تعالى لما يحمل من دلالات القدسية الرفيعة. اللهم احفظ ملك الهمام